بقى كل الحقبة العصماء دي على راكب واحد بس؟ امال الشبورة اللي انت عاملها لنا من الصبح في المطار، والطيارة فاضية ورا حضرات، والكنبة اللي ورا أربعة، والساعة أربعة، وعديه قبلة، ويلا واحد شرم واحد شرم واحد شرم، ده كان ايه؟ ما واحد شرم هو كف العدود. مالك ماني؟ انت كمان بتبجح؟ ما تيجي تشوف يا عم سيد. خلاص بقى عزوز، احنا في الجو لينا مطار نتخانق فيه. بارك الله فيما رزق، ربنا يطرح فيه البركة. يطرح فيه البركة ازاي يا عم سيد انت كمان؟ يعني هيتكسر وهو قاعد؟ هيولد؟ هينشطر؟ هينقسم؟ شوف يا عزوز يا ابني، لا تستوحش طريق الحق لقلة السالكين. طريق الحق ايه بس يا عم سيد؟ احنا في طريق شر، هو اي كلام وخلاص. يعني عامل لك ايه يعني؟ الملك ركابل على القهوة، ولا ثبت لك الناس بالسلاح عشان يركبوا معاك غاض، ولا نبطلها بقى خالص يا عم عزوز؟ نبطلها بقى ونجيب ضغافة. مساء الخير يا جماعة، انا اسف ان انا جيت في وقت غير مناسب، انا في الحقيقة جاي اخلف الطيارة. عشان كده مش عايز ولا كلمة ولا نفس، ومحدش يتحرك من مكانه. قلتلكوا الطيارة دي مخطوفة وانتوا رهاين عني. لا انا قلت ابخر بقى عشان نكرش الشيطان اللي بيننا. عجب كده بيقولوا ده نعناعة؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ انا بقولكوا الطيارة مخطوفة، انا خاطفها والله العظيم، الطيارة دي انا خاطفها ومعايا حزام ناشف اهو. وحدوا الله يا جماعة، ده احنا عجل على طريق. عجل ايه بس يا عم انت كمان؟ مش هتنسى جو الموقف اللي انت كنت فيه؟ احنا في طيارة. والله الطيارة دي انا خاطفها ومعايا حزام ناشف اهو، لو مش مصدقيني واي حركة هتعرضوا حياتكم للخطر. ها شلها طيارة. كل عيش يا هيصر، كل عيش، واصطبح وقول يا صبح. ممكن تسكت شوية عشان اعرف اهددكم بقى؟ اوف، مش معقولة كده يا اخوانا، لازم يبقى في احترام بين الخاطف والمخطوف. هو في ايه؟ مش عارف اقول كلمتين على بعض؟ انتوا ما تعرفوش تتخطفوا في هدوء؟ ما عندكوش نظام خالص؟ نسمع بعض يا اخوانا، بوظتوا لي الدخله الدراميه اللي انا كنت عاملها. يلا من الاول. ولا حركة ولا نفس، انا خطفت الطيارة دي ومعايا حزام ناشف اهو اهو، وانتوا رهاين عندي، واي مقاومة اي مقاومة هتعرضوا حياتكم للخطر. الطيارة دي يا اخوانا هتغير مسارها فورا وهتتجه على مطار قبرص. عايز اعمل سبرايس، يعني مفاجأة لطليقتي القبرصية، وردها بالقوة. قبرص مرة واحدة عشان نرقص ضربة ونخربها هناك على نوعة. ايه ده؟ احلى دعايه ممكن تتعمل للفريره دي يا رجاله. لا وايه، دعايه مجانيه ببلاش، وشهره وصور وهاشتاج. بالحق، يلا ناخد سيلفي الخط. يا سواق فريره ودينا جزيره. ايه الجنان ده؟ خلاص يا جماعه خلاص، خلينا زي ما احنا، شرم شغال. يا سواق يا جنان ودينا اليونان. سواق يا جنان؟ لا خلاص بقى، انا هبقى ارد طليقتي وقت تاني، احنا لسه في شهور العده. على العموم يا نهار اسود، المجانين دول ولا ايه؟ يلا قبل ما يوم ودينا على قبرص. يلا يا عم سيد بقى، شغل الجي بي اس واكتب قبرص، ولا ابعت لك لوكيشن. شوف يا عزوز يا ابني، مفيش احسن من الطرق التقليديه القديمه. قديمه؟ قديمه يعني ايه؟ ما عندناش جي بي اس. انا عايز اروح. اهي نعنوعه أمرت تقفل المحاميل والأجهزة، وإحنا استحالة نرفض لها أي طالب. محاميل إيه أنت كمان؟ أنا بتكلم عن أجهزة الطيارة اللي بتحدد موقعنا وتعرضه على شاشة الخرائط. الشاشة أنا وصلتها باللاب عشان أشوف الحلقة الهند. نعم، ده بنظام تجنب التصادم المتوصل بيه، ورادار الطقس، وأنظمة التحكم بالطيران، والصندوق الأسود. الصندوق الأسود خزنت فيه التوابل وحتت المطبخ.